شابكم الله ونفع بعلمكم. هذه مرسلة من الرياض رمزت لاسمها بالحروف ميم ضاد زاي، بعثت عددا من الأسئلة. تقول في أولها: ما كيفية رد السلام في أثناء الصلاة؟ وإذا لم أرد السلام وأنا أصلي هل أكون آثمة؟ يجوز رد السلام في أثناء الصلاة بالإشارة، يجوز السلام على المصلي ويرد بالإشارة يده، أما الكلام فلا، المصلي لا يرد السلام بالكلام وإنما يرده بالإشارة فقط. نعم. كيف يشير بيده؟ يشير يرفع يده، نعم، أو يومي بيده، نعم.